الصحة السعودية تعلن عن رصد أول إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون من كورونا في السعودية لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا. وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19 في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى. فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون من الفيروس في السعودية لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا. وأفاد المصدر بأنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة. ويأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة وقاية في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا والسلالات المتحورة بشكل مستمر، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس، إضافة إلى جهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ. وشدد المصدر على ضرورة مساعدة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري. الصحة السعودية تعلن عن رصد